أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة، وإليكم أبرز العناوين. العربي الجديد وعود الكاظم الإصلاحية تتبخر، ضغوط سياسية وأمنية. العرب اللندنية، الحشد الشعبي يفقد بريقه الاجتماعي والعقائدي وخزانه البشري يتلاشى في جنوب العراق. وفي تقرير للشرق الأوسط، القوى السياسية العراقية استعداد معلن للانتخابات ورغبة خفية في التأجيل. في زاوية مقالات تكتب ليلى بن هدنة في البيان الإماراتية: العراقيون أكبر من الفتنة. ويكتب محمد الرميحي في الشرق الأوسط: رفض الدوران في فلك إيران. التفاصيل بعد قليل. قالت صحيفة المدى العراقية إن تفجير قائم مقامية الرفاعي ومهاجمة منزل مسؤول مستقيل تصعد وتيرة العنف في ذي قار، وهو ما دفع المتظاهرين للتصعيد واتهام المسؤولين بالتحزب وشراء المناصب، مطالبين بالحد من أعمال العنف وجرائم الاغتيال التي تستهدفهم. عنونت صحيفة العربي الجديد مصرع امرأة وثلاثة أطفال في حريق بمخيم للنازحين في محافظة الأنبار، وتشهد هذه المخيمات وجود النازحين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم لأسباب أمنية وعدم قدرة السلطات على إعمار مناطقهم. وما زلنا في العربي الجديد، السيطرة على المنافذ الحدودية العراقية أبعد من محاربة الفساد، وهذه المنافذ تحت حماية ميليشيات مسلحة تتقاسم النفوذ فيما بينها، فالحدود متاحة أمام دخول وخروج شخصيات سورية ولبنانية وإيرانية للعراق دون علم السلطات العراقية بذلك. كما نطالع في العربي الجديد وعود الكاظم الإصلاحية تتبخر، ضغوط سياسية وأمنية. ويرى مراقبون للمشهد العراقي أن حكومة الكاظمي لا تستطيع وحدها حسم ملف الفساد وقضية محاسبة قتلة المتظاهرين لوجود إرادات سياسية تمنع هذه المحاسبة. قالت صحيفة العرب اللندنية إن الحشد الشعبي يفقد بريقه الاجتماعي والعقائدي، وأن خزانه البشري يتلاشى في جنوب العراق. وبدأت علاقة الحشد بالمجتمع تتغير جذريا، فالدعم الشعبي له يكاد ينعدم بعد أن ارتدت الميليشيات على المجتمع من خلال انخراطها في قمع احتجاجاته المحقة على الفساد والبطالة والفقر وسوء الخدمات. وفي الشأن الاقتصادي، عنونت العرب: الوظيفة مقابل الولاء، صورة قاتمة لحال الصناعة العراقية، حيث كان هم الحكومات المتعاقبة توزيع الوظائف على أساس محاصصات سياسية وطائفية، ما خلق جيشا من البطالة المقنعة وترهلا في الإدارة وإغلاقا للباب بوجه الطاقات الشابة. وفي تقرير للشرق الأوسط، القوى السياسية العراقية استعداد معلن للانتخابات ورغبة خفية في التأجيل. وترى الأحزاب التي تشكلت بعد التظاهرات أن القوى والأحزاب السياسية التقليدية مع ما تمتلكه من مال ونفوذ مرفوضة إلى حد كبير من الشارع العراقي. أما الآن فأنقلكم مشاهدينا إلى الكاريكاتير.
في زاوية مقالات يكتب وائل عصام في القدس العربي في ذكرى الاحتلال الأمريكي لبغداد، يقول الكاتب: في كل مناسبة سنوية تستعاد الذكريات والمواقف في تلك الأيام والنظر بعين الأسى لتلك الذكرى، والحديث عن يوم 9 نيسان تحول من دون تقديم أي مراجعة نقدية جادة لدروس هذا الانهيار السريع للدولة العراقية وتلاشيها. وتكتب ليلى بن هدنة في البيان الإماراتية: العراقيون أكبر من الفتنة. وتنظر الكاتبة إلى إذكاء نار الفتنة الطائفية بأنها أبرز أسلحة الميليشيات التي ترى في الصراع الطائفي طوق النجاة لبقائها في المشهد السياسي العراقي، سيما مع قرب موعد الانتخابات ولزرع الفتنة بين أبناء الشعب العراقي. أخيرا يكتب محمد الرميحي في الشرق الأوسط: رفض الدوران في فلك إيران. ويرى الكاتب أن معادلة لا تخطئ في الدفع بنشوب صراع مسلح، والأمن القومي العربي مهدد من أكثر من جهة، والشعب العربي في كل مناطق الصراع هو الذي يدفع الثمن، وفي الوقت نفسه ترفض مجاميعه الأكثر الرضوخ لاستعمار جديد أو الدوران في فلك النظام الإيراني أو فلك أي نظام آخر. مشاهدينا، سينضم إلينا بعد قليل في حوار أسبوع الصحافة الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل. يسعدنا تفضلكم بمتابعة الحوار. أهلا بكم مجددا مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب بضيفي عبر الهاتف من عمان الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل. مرحبا بك أستاذ عبد القادر إلى هذا الحوار. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. أهلا بك. دعنا نبدأ أولا من ملف النازحين والمهجرين من مناطقهم وفشل الحكومات المتعاقبة في طي ملف النزوح، مع رفض فصائل مسلحة الانسحاب من بلدات ومناطق وتسليمها لأهلها. وتشهد أيضا المخيمات وجود النازحين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم لأسباب أمنية، وكذلك لعدم قدرة السلطات العراقية على إعمار مناطقهم. برأيك ما المنتظر إزاء ذلك؟ من المعلوم تماما أن ملف النازحين في العراق هو ملف أصبح شائك وكبير، لأن طريقة الاستهداف ممنهجة ترعاها الحكومة والسلطات الحكومية الحالية في العراق، فهي تدعم عملية بقاء نزوحهم لأن الهدف الأساسي لديها هو التغيير الديمغرافي. لذلك هم يبحثون عن عملية بعث اليأس في نفوس هؤلاء النازحين الذين يقطنون المخيمات من أجل إسكان وإحلال سكان بدلا منهم في مناطقهم، لا سيما إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار مناطق لا يسمح بالكامل بعودتها وعودة أهلها، كجرف الصخر وكذراع دجلة والثرثار وكيثرب وعزيز بلد وأكثر من 40 قرية في نينوى، فضلا على أن هناك تغييرات أخرى من نوع آخر، وهي يعني عدم السماح وابتزاز هؤلاء النازحين في بيع ممتلكاتهم لصالح ميليشيات مسلحة وميليشيات الحشد الشعبي المنتشرة في نينوى والأنبار مقابل الإفراج عن ذويهم المعتقلين. لذلك نحن حقيقة نرى أن مأساة النازحين تتكرس في عملية أن الحكومة تساعد في استهدافهم، وأنها لا تستطيع أن تكون جزء من حل، بل هي تريد تعقيد الوضع بهذا الإطار. لذلك حقيقة هم يتعرضون إلى مصيبة كبيرة، هذه المصيبة يعني تهدف إلى التهجير القسري، وهي أحد أركان جرائم الحرب الدولية والإبادة الجماعية، فضلا على أن المجتمع الدولي إلى هذه اللحظة لا ينظر إلى هذه الجريمة لأنها عراقية بعين العدالة والقانون الدولي. نعم، في الملف الأمني العراقي يبقى هاجس الأمن الغائب على رأس الأولويات، إذ تخطى عدد الميليشيات والفصائل المسلحة حاجز 80 تشكيلا،
وموافقة البرلمان الأخيرة على ضم 30,000 عنصر آخرين إلى هيئة الحشد ضمن موازنة العام 2021. وفق أي المعايير تم شمول الميليشيات ضمن موازنة 2021؟ وفق معايير أن السلطات والأحزاب السياسية هي تمتلك هذه الميليشيات، وبالتالي لأن العملية السياسية في العراق تحظى بعسكرة، وأن من يمتلك السلاح سيمتلك مقاعد برلمانية ويمتلك السلطة، ولذلك التنافس على رئيس الوزراء القادم من الآن من خلال استعراض الميليشيات في شوارع بغداد، وكل يريد أن يكون رئيس الوزراء تابعا له. إذن هي فرض القرار السياسي بلغة السلاح. لذلك هذه الأحزاب توافقت على أن يكون درجات جديدة من أجل استخدامها في الانتخابات، ومن أجل أيضا زيادة نفوذها في عملية السلطة القادمة، وبالتالي إحكام المناطق لصالحها وتزوير الانتخابات. ولأن العقل يقول أنه ينبغي أن يعين هكذا 30,000 درجة وظيفية لحملة الشهادات الذين يتظاهرون في بغداد، للكوادر الطبية، لأننا اليوم أمام نقص كبير. كل هذا حقيقة للعقود الموظفين والمحاضرين المجانين الذين درسوا أجيال في العلم وضحوا بأوقاتهم من أجل أن لا تكون الأمية ولا تكون الأجيال تضيع بدون تعليم. هؤلاء أولى ب30,000 درجة وظيفية الذين لم يشملون بقانون الموازنة، لكنهم شملوا الميليشيات المسلحة. هي أولا استجابة للرغبات الإيرانية، لأنهم يحتاجون إلى جنود على أرض الواقع لتأمين مناطق نفوذهم، لا سيما في سوريا والحدود العراقية السورية، وتأمين طريق الحرير. وثانيا القضية الانتخابية لاستخدامهم لتزوير الانتخابات، ومن ثم استخدامهم في عملية تنصيب السياسيين القادمين في دفة الحكومة، وبالتالي الاستحواذ على القرار السياسي والاقتصادي والأمني. لا يستغرب العراقيون من سماع أصوات الرصاص في داخل المدن العراقية بعد أن باتت أمرا مألوفا، حيث ظاهرة الرصاص العشوائي تسبب الأذى لجميع فئات المجتمع العراقي. أليس إطلاق الرصاص العشوائي وإخافة الناس الآمنين إرهابا؟ من المعلوم تماما أن ترويع الناس الآمنين هو إرهاب، وبالتالي انتشار السلاح في العراق وبرعاية حكومية ورعاية هذه الميليشيات. وقد يعلم الجميع أن أكبر سوق لبيع السلاح هو في العراق في منطقة الشرق الأوسط، لأن هذه الأسواق علنية وتحظى بدعم هذه الميليشيات. والميليشيات تستخدم إطلاق النار حقيقة، لأنهم ليسوا لا متدربين ولا هي قوات عسكرية، إنما هؤلاء حقيقة يعتمدون بعدم محاسبة القانون، فهم فوق القانون. لذلك حقيقة يمارسون هكذا من إطلاق نار وراح ضحيته الكثير، يعني هناك معوقين وهناك جرحى وهناك أيضا من قتل بهذا الرصاص العشوائي. هذا حقيقة تستخدم لترويع المواطنين، وبالتالي عدم ضبط الدولة والحكومة والقانون والقضاء في محاسبة هؤلاء يؤكد على أنهم مطمئنين في عملية استمرار إطلاق النار العشوائي. لذلك هم يعتمدون على هذه القضية لإرعاب الناس ولإفهام الناس أن السلاح المنتشر في العراق هو يمتلكونه، وبالتالي لإخافة المواطنين. هذا الترويع هو إرهاب يحاسب عليه القانون، لكن القانون في العراق غير مفعل، لأن الادعاء العام متنصل عن قضايا، ولأن القضاء في العراق حقيقة يتواطى مع أصحاب هذه الميليشيات، لا سيما أن القضاة الذين يتم تعيينهم يتباهون في علاقتهم مع الميليشيات. نعم، يرى مراقبون أن السيطرة على المنافذ الحدودية العراقية تتم تحت حماية ميليشيات وجماعات مسلحة تتقاسم النفوذ فيما بينها، والحدود أيضا متاحة أمام دخول وخروج شخصيات سورية ولبنانية وإيرانية للعراق دون علم السلطات العراقية بذلك. على ماذا يدلل ذلك برأيك؟ استباحة الحدود العراقية كان هدفا إيرانيا من أجل توسيع نشاطاتهم، وبالتالي هو الهدف الأساسي من تصدير الثورة الإيرانية إلى عموم المنطقة. وهذه الميليشيات التي ترعاها إيران كسرت الحدود، والحدود العراقية كانت هي البارزة في هذه القضية. السلطات الحكومية متواطئة وليس في يعني ليس في عدم علمها ما يجري على الحدود، لأنها هي من تسمح وهي من تسلم مقاليد الحدود إلى هذه الميليشيات الموالية لإيران، وبالتالي يتم من خلالها
التجار بالبشر وتجارة المخدرات، وكذلك نقل الميليشيات ونقل الصواريخ. والكل يعلم أصبح واضحا أنه يتم نقل الأسلحة والميليشيات الأجنبية إلى الداخل السوري وإلى لبنان، وبالتالي حتى أصبحت جرف الصخر الآن قاعدة عسكرية يدرب فيها الحوثيين والطائرات المفخخة، وكذلك الصواريخ البالستية الإيرانية التي تنقل من خلالها فضلا على مدربين لبنانيين وكذلك أفغانيين. وبالتالي معلوم للجميع لواء فاطميون ماذا يفعل في سوريا والعراق وفي اليمن. على هذا الأساس حقيقة هذا يعني على عدم وجود السيادة العراقية بالمطلق، وأن العراق مستباح بالكامل، لأنه أهم ميزة للسيادة في لأي بلد هو ضبط حدوده. صحيفة الواشنطن بوست تقول إن الحشد الشعبي يفقد بريقه الاجتماعي والعقائدي، وأن خزانه البشري بدأ يتلاشى في جنوب العراق، وعلاقة الحشد بالمجتمع أيضا بدأت تتغير جذريا وتسير نحو الانحسار، فالدعم الشعبي للحشد يكاد ينعدم بعد أن ارتدت الميليشيات على المجتمع من خلال انخراطها في قمع احتجاجات الشباب العراقي المحقة على الفساد والبطالة والفقر وسوء الخدمات. بماذا تفسر هذا التغير؟ هذا حقيقة بعد أن كشف الجميع مشروع هذه الميليشيات، ميليشيات الحشد الشعبي، أنها ليست عراقية وأنها تعمل لصالح الإيراني، وأن أكذوبة أن هكذا تطوع هو لحماية المذهب وحماية المقدسات وحماية والمقاتلة، كل التنظيمات إرهابية كلها أصبح كذبا، وقد كشفه الشعب العراقي. لأنه في أول عملية قامت بها هذه المدن الجنوبية التي تعتبر في يوم ما كانت حاضنة لهذه أو لهذه الميليشيات، أنها تأذت بالقتل والنار، وبالتالي عملية سفك الدماء لأنهم رفعوا لواء السيادة العراقية وعودة الوطن وطالبوا بالحقوق المشروعة وطالبوا بطرد إيران. رأينا هذه الميليشيات قد ارتكبت جرائم بحق أبناء هذه العشائر وأبناء هذه المدن من الشباب، واليوم نتكلم عن أكثر من 30,000 معاق وجريح وأكثر من 1,000 قتيل من متظاهرين ثورة تشرين، فضلا عن الاختطافات اليومية والاغتيالات التي ما هدأت إلى هذا اليوم. هذا يؤكد حقيقة على أنهم ليسوا في بداية نضوبهم البشري، بل أنهم فقدوا الحاضنة الشعبية بالكامل، وبالتالي من يفقد الحاضنة الشعبية سيتلاشى وسينتهي. لذلك حقيقة هم يعتمدون على تمويل الدولة وراتب الدولة وسلاح الدولة في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية ضد أبناء الشعب العراقي، وهذا ما سيعكس على أن العراقيين كلهم الآن من جنوبا إلى غربا إلى شمالا يتحدون ضد هذه الميليشيات، وقد فقدوا، لأن هذه الميليشيات حقيقة هي الوحيدة التي تلطخت يداها بجميع دماء العراقيين من كل المكونات، فهي قتلت الشيعي والسني والمسيحي والكردي والتركماني، وهجرت المناطق وتستحوذ وتسرق المال العراقي، فضلا على أنها أصبحت أداة لصالح إيران في تنفيذ مخططاتها الشريرية. نعم، القوى السياسية العراقية هي في استعداد معلن للانتخابات، وأيضا لديها رغبة خفية في التأجيل، وتعتقد الأحزاب التي تشكلت بعد التظاهرات الشعبية أن القوى والأحزاب السياسية التقليدية القديمة مع ما تمتلكه من مال ونفوذ مرفوضة إلى حد كبير من الشارع العراقي. إذن القوى السياسية التقليدية التي أثبتت العراقيون فشلها طيلة الانتخابات السابقة، لماذا هي الآن تتسابق على الانتخابات المقبلة رغم فشلها؟ لأنهم يعلمون تماما أن العملية السياسية التي أسسها بول بريمر بقوة السلاح منذ 2003 ورعاها قوات الاحتلال وأوجد هؤلاء وسلطهم على حكم العراق بقوة الاحتلال وسلاحه، لا زالوا هم يحكمون العراق طوال كل الفترات الماضية وطوال كل الفشل الذي صاحبهم خلال 18 عاما. فهم أولا يعتمدون على السلاح في فرض وجودهم، وثانيا على المال الفاسد السائب الذي سرقوه من الميزانية العراقية، وثالثا أن مفوضية الانتخابات تابعة لهذه الأحزاب، فهم من يشكلها وهم من يختار موظفيها وهم من يختار الشركات الذين يتعاقدون معها لإنتاج البطاقة الانتخابية. فبالتالي تزوير الانتخابات محسوم لهذه الأحزاب، فهم يتسابقون على عملية تزويرها،
ومن ثم أنهم ينزعون جلدهم ويلبسون جلدا وهميا واسما جديدا يمكن أن يغرر به لغرض التزوير. فلذلك الشعب العراقي عندما قاطع الانتخابات الماضية وأظنه سيقاطع مقاطعة أخرى للانتخابات القادمة إن حدثت، لأن الرغبة الحقيقية لهذه الأحزاب هو حقيقة عدم إجرائها، لأن هناك ميزانية مالية ضخمة أقرت مؤخرا تعادل 100 مليار دولار، وبالتالي يريدون الاستئثار فيها وتقاسم النفوذ وسرقتها، لذلك يطمحون في تأجيلها وهو ليس مشروعا، انما يعملون بكل إرادتهم. لكن هناك إرادة أمريكية تريد فرض الانتخابات في الشهر 10 القادم من باب الاستجابة للاحتجاجات. في ذات الشأن يرى متابعون للمشهد السياسي أن إذكاء نار الفتنة الطائفية هي أبرز أسلحة الميليشيات كلما اقترب موعد الانتخابات، وهي ترى أيضا في الصراع الطائفي طوق النجاة لبقائها في المشهد السياسي العراقي. هل تتوقع ذلك في مرحلة قبيل إجراء الانتخابات؟ الشعب العراقي واعي لهذه القضية وأصبح في مرحلة الوعي وعرف تماما ما جرى في السنوات الماضية، وأنه وقع ضحية هذه الممارسات الحزبية التي تريد إشاعة الطائفية، ويعلم تماما أن أصل العملية السياسية هي مكون على المحافظة الطائفية والحزبية. لذلك هو يعي هذه القضية، ونحن نعول على هذا الوعي الشعبي، لأنهم أرادوا منذ لحظات العملية السياسية، أراد الاحتلال أن يذهب إلى الحرب الأهلية الطائفية لكنه فشل. يعني كانت هناك نجاحات محدودة، لكن هناك من تحمل كل هذا الإيذاء وأفشل الحرب الأهلية الذي أرادها المحتل وهذه الأحزاب. بالتالي هو عملية إيجاد المحاصصة الطائفية هو السمة البارزة لهذه الأحزاب، لأنه أصل العملية السياسية مكون على المحاصصة الحزبية والطائفية. لذلك هم يسعون فتارة يثيرون مناطق المتنازع عليها من خلال إثارة كتب مزورة على أن المخيب تابع الكربلاء من أجل إحداث هكذا فروقات طائفية، وتارة أخرى اعتقالات للسياسيين على أسس طائفية فقط، وتارة أخرى أيضا يتم اعتقالات وتهجير وما إلى ذلك من مشاريع طائفية من أجل إعادة الاستقطاب الطائفي قبيل الانتخابات. هذا هو مشروعهم. أخيرا في الشأن الاقتصادي العراقي، فإن شركات القطاع العام تثقل كاهل العراق بخسائر كبرى وتستنزف أيضا موارد الدولة المالية دون الإسهام في انتشال البلد من أوضاعه المتردية، كما بلغت معدلات الفقر في العراق مستويات غير مسبوقة حيث تجاوزت عتبة 40%. ما الأسباب وراء ذلك برأيك؟ الأسباب أن إيران سيطرت على الاقتصاد العراقي، وأنها تريد إفقار الشعب من أجل تحويل المال إليها، وبالتالي رأيتم تصريحات الإيرانيين يطالبون بديون وهمية عراقية للكهرباء والغاز التي لا يوجد كهرباء في العراق. لذلك حقيقة إيران تستفيد من تعطيل كل ما يجري في العراق من أجل أن يكون العراق مستنقعا لها ولبضاعتها الفاسدة ولتجارتها وإيقاف جميع الأمور الأخرى، وبالتالي هي تبحث عن البطالة حتى يتم تجنيد الشباب لمشاريعها الإرهابية في الميليشيات، حتى لا يبقى هناك فرصة عمل سوى أن الشباب العاطل يبحث عن التجنيد العسكري في الميليشيات التي تريدها إيران. إذن في ختام الحوار أشكرك أستاذ عبد القادر الشكر الجزيل لمساهمتك معنا. أهلا وسهلا بكم، والشكر لكم مشاهدينا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.